أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس عبر سلام ميديا ونافذة آدال في رحلة في الذاكرة الإريترية. هذه الذاكرة سنذكر فيها ملامح نصطحب معنا الزمان والمكان وما بينهما. في هذا اللقاء نلتقي مع الأستاذ صالح سليمان آدم، المناضل، الكادر الصحي، الكادر النقابي، وفي رحلة في ملامح الذاكرة نستضيفك الأستاذ صالح سليمان كما أنت معروف، ونتمنى أن نعبر معك في مراحل متعددة. أهلا بالأخ إبراهيم والأخ عبد النور والأخ إبراهيم أحمد. أنا سعيد سعيد أولا الناس اللي ينقلوا هذا التاريخ هم جزء من التاريخ نفسه. الأخ إبراهيم رجل مناضل ناشط، بعرفه الأستاذ عبد النور ابن مناضل، تاريخه ضارب في جذور نضال إريتري. أستاذ أحمد أكيد كلنا بنعرفه. إبراهيم أحمد أيضا، أحمد عقرقر رجل مناضل مشهور، وكل الناس اللي كان يطلع من أسمرة وكان يسهل هذا الأمور أو يجند، وفي حكايات كثيرة أيضا عنه، هو اللي رسل ناس أبراهام طولتي، ناس سليمان ديني، ناس ولداي. رجل عنده تاريخ. و المهم أهلا وسهلا، أنا سعيد استمرار النضال عبر أجيال جديدة، ودي أيضا يعتبر نقل من جيل إلى جيل وإلى جيل ليكون تاريخ إريتريا حاضرا في كل مكان وفي كل زمان. شكرا لكم. شكرا لك بقبولك لهذا اللقاء، وشكرا لتحيتك لطاقم هذا البرنامج من مخرجين ومساعد مخرج، وهذه التحية لأبائهم اللي هم أيضا كانوا عزوتنا وتاريخنا ومصدر هذا اللقاء ولقاءات أخرى قبلك وبعدك. نتمنى فيها أن نذكر ملامح حول الذاكرة الإريترية. أستاذ صالح، عايزين نقدم بطاقة الهوية، مكان الميلاد، النشأة، تاريخ الميلاد، وضع الأسرة في تلك المرحلة، وضع المنطقة أيضا اللي أنت اتولدت فيها، وحنأخذ هذه الرحلة في مراحل تلو الأخرى. نبدأ بهذه الأسئلة الأولى كمفاتيح لهذا اللقاء. جميل. صالح سليمان آدم، مولدت في منطقة في سراي، منطقة اسمها ملحنتك. ملحنتك. القرى السبعة. بالتحديد في سلم تمان، من القرى السبعة دول اسمها سلم تمان، هو قريب من عبد خالة، نزل من عبد خالة في اسمها منطقة سلم تمان. بالتحديد باعتباري مولود في قرية ما أقدر أحدد، المهم تقريبا خلينا أديني أقول 49 49 يمكن يكون قبله يمكن يكون بعده، المهم إذا ربطت هذا التاريخ ربما يكون أقرب لسني. والدي توفى بعد ميلادي يمكن سنة، أنا ما أعرف ملامح. تولدت يتيم الأب. يعني يتيم الأم أيضا،
والدتي توفت أيضا وأنا عمري 5 سنة، وأخي عمر الله يرحمه جاء أخذنا من المنطقة، أخذني أنا لصنعاء فيه لعمي أبويا، هو أب بالنسبة لي، هو اللي رباني. اسم الله اسمه محمد عبدو، وسجلت باسمه أنا محمد عبدو لحد ما أطلع في الثورة. أنا كنت محتفظ بسالح محمد عبدو لأن والدي في كان في أبويا كان في منطقة اسمها فورتو كاديرنا إمباسياس، هذه منطقة حدودية ما بين حدود تجراي وإريتريا، صنعاء منطقة صنعاء فيه، لأنه كان بوليس كل واحد كان يأخذ فترة معينة في المنطقة. كان يعمل في البوليس؟ في بوليس من فولبيز، عشان كده في غيابه سجلني جارنا محمد إبراهيم اسمه رجل عسكري، اتصل به وقال له مش سجل، وداني هناك سجلني صالح محمد عبده. صالح محمد يفتكر هو ابن محمد عبده. والمهم عملية استمرت، أنا ما قلت جيت صنعاء فيه، وأخواتي الثانيين أخذهم لقحيته. كم أخوانك؟ خمسة بنات، دول كلهم راحوا لي ودهم لقحيته أخويا، وأنا جابني عشان أدرس، جابني في صنعاء فيه سلمني عمي. وطبعا بالنسبة لنا ملحنة دي تعتبر القرية الثانية، أغلب السكان هناك خالدين هم، وأهلي خالدين. لما نقول نعني إيه بالضبط؟ الخلط. نعم الخليطين، خليطين من يعني المنطقة دي فيها ناس شقتها هم شيقة من يعني برضو في من مختلف في سهويدا، قبائل مختلفة تعيش فيها معها بعد في المنطقة دي. وبعدين منه أو أخواتي مشوا لقوا حيته معزم أهلنا هناك، ووالدي هو اللي جاء في المنطقة دي وتزوج من نفس في من نفس القرية، من نفس العائلة، من نفس العائلة. أيوة من خير يعني. وبعده في صنعاء فيه طبعا أنا كنت صغير، كان عمري 5 سنة بعدما توفت والدتي الله يرحمها، ودخلت المدرسة عمري 6 سنة، دخلوني صنعاء في منطقة مدينة كانت هي ذاك زي ما يقولوا على الطيح، كانت محافظة أكول قزاي، وديك زي ما يقول على هوردة تاني كانت. وصنعاء في يعني بلد جميل، مجتمع راقي، حتى الناس تقرينيا يتكلموا ساهو، والساهو يتكلموا تقرينيا، مجتمع خليط متماسك يحترم بعض. جاء إلى جانب هذا أيضا هم ساهو في قبائل مسيحيين ومسلمين، أيوة في نفس المنطقة، في عشان كده خليط مجتمع نوع تشوف متفتح. وكثير نجحوا من الطلبة، مشوا بوينت فور عدد كبيرة، وكان عندهم اندور، ولا طلعوا منهم لعيبة في 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 حتى في الرياضة، في الرياضة وفي السياسة، وفي السياسة برضو، والسياسة والناس قاعدات ناس ونبرة ناس اقتصاد صالح دريس دل يعني عندهم مكانة في كانوا في غير الناس كبار أيضا يعني. أنا حس أذكر عشان ما أقوم أخل واحد كمان يكون أسمع عليه، لكن هي بلد ناس فيها ناس راقين، مجتمعنا بصفة عامة كل المجتمع الإريتري خصوصيته. أنا قاعد أتكلم عن 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 صنعاء فيه بس يعني عشان الناس مجتمع
أنا درست لحد الفصل الرابع في صنعاء فيه. في صنعاء فيه، وأذكر منهم طبعا مشاهير بتاع صنعاء فيه، خليل أبو بكر، هذا الرجل ده معروف، شيخ خليل رجل مناضل كبير، السجن عشرات المرات، ويمكن من الأوائل المثقفين، وكان شغال تابع ل بعدين بقى ديوز أيوة في الفترة الأخيرة، أكيد ذاك برضو كان موظف، برضو كنا نقرأ قرآن في بيت. وأنا أتذكر لما تزوج وجاب زوجته من عد غيح الوردة، كنا أخوه أحمد دين كان يدرس القرآن في بيته، مع أن رجل الناس كلها تتلمذت قراءة القرآن الكريم، حتى محمد إسماعيل عبد الرجل في الشيخ أحمد، الشيخ حل قربه جد لإبراهيم أحمد، أيوة هذا الشيخ أحمد، الشيخ حل قربه رجل كل الكبار حتى ناس ربرة، أيوة دول كلهم خريجين الخلوة أيوة من أحمد. إذن يعني أقدر أقول بلد نوعا ما كان. فدلوقتي كده فهمنا أنك اتولدت في قرية يتيم الأبوين، تبناتك الأسرة وأخوك، وصلك لأنك تدرس دراسة الأكاديمية، لم تنسى أنك أنت أيضا يعني من نتاج الخلوة اللي قرأت فيها القرآن وملامح المدينة والأسرة بين عبد الغيح، يعني أنت هنا وديتنا ملامح التداخل برضو الثقافي بين القوميات الموجودة، الساه والتقنية، وكيف أنهم كانوا يتكلموا لغة بعض، وهذا النسيج المتصالح والمتسامح. طيب الدراسة، ممكن تحدثنا عن المدرسة ووضع المدارس اللي كانت موجودة في صنعاء فيه؟ كان في طبعا في صنعاء فيه في مدرستين، التقرنية وعربي، دي نحن المسلمين ندرس اللغة العربية، أيوه، والمسيحيين يدرسوا اللغة التقرنية، التقرنية، وهم الثلاثة أحيانا اللي يعني اللي يرقى يدرس تقرنية برضو كان في حصة بتقرنية. برضو في مدرسة إيطالية كانت، برضو كنا ندرس مدارس إيطالية يعني. كنت تدرس؟ أيوة كنا. كانوا الجالية الكاثوليكية. كاثوليكية أيوة. كاثوليكية. طيب. نتذكر سوريلا من يعني كنا نمشي في الصباح أيوة. يمشي ويعملوا مش حقتهم ده. الثالوث. تحية. أيوة. بعدين من أيوة كان في مدرسة برضو ميدل سكول كانت. أيوة. واحد اسمه ممهر جراسوس كان مدير بتاع السكندر سكول، أيوة. بتاع البيدل سكول، أيوة. لكن برضو حقنا كان في برضو أستاذ سليمان، بنت فاطمة الفنانة دي، أيوة. فاطمة اللي تغني في كانت فنانة كبيرة، كانت فنانة في تجربة الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية، الفرقة الشعبية، أيوة. سليمان وأستاذ طه، أيوة. وأستاذ بشير، دول كانوا مدرسين حقنا، أيوة. ناس ممهر جراسوس الثاني برضو كانوا مدرسين بتقرنية، أيوة. بعدين لما تخش ميدل سكول كله بالمدرسه الوسطى، وسطى لما أيوه. لما تكون وسطى تدرس أيوه. بانجليزي كلنا مع بعض على أيوه. المدرستين ايوه. تتذكر الطلاب اللي كانوا معاك في الفتره دي؟ انا زملائي طبعا كتار، بس بعرف في واحد اسمه محمد احمد زينو اسمه أيوه. وواحد اسمه حسن طاهر، واسمه عثمان ابو بكر، واحد اسمه مين سعاد، واحد سعاد، واحد محمد سعيد، يعني عدد البنات كانوا يدرسوا في لا ايام ذاك في صنعاء في ما كانوا معنا بنات، في قندع كانوا معنا، ما في قندع في صنعاء في حنوصل قندع، ما في. طيب درست لغايه الصف الخامس في الرابع في صار. طيب بعدها كيف وصلت الدراسة؟ انتقلنا إلى والدنا قالوه إلى مساوع. مساوع. جينا مساوع كنا في طوالت. طوالت أوكي. وعمل فترة ما فترة ما طويلة. ما طويلة. أيوة ما عارف ليه. نقلونا لطوالوت والاي مباشرة حول لقندع أيوة. طبعا انا ما اعرف، بس جينا هناك عملنا فترة في طوالوت. لما نقول الوالد هنا معناه عمك.
عام انا بتكلم عن انا اعتبر والدي كوالدة. انا اعتبر مفروض أيوة اقول ابوي يعني جدا. ابي هو انا بارك الله فيك مربي بارك الله في مثابه بارك الله بوالدك انا لما اذا ادعو كل مره بعد الصلاه أيوة. ادعو لوالدي وبالاسم لعمي ما شاء الله على نقلوا لمصوع ايوه خذ فتره في طوالي ثم نقلونا ل جندع في كامبو بوليس ايوه بعده التحقت ب قبلي بس كامبو بوليس انا وانت ممكن نفهم لكن عشان المشاهد وفي حد ما يفهم كيف كانت كامبو بوليس نسمع عن كامبو بوليس في اي مدينه من المدن ايوه زي ما نسمع في الروبية نسمع كامبو بوليس طبعا يسكن في مجموعه بتاعت البوليس أيوة. كامبو معناها المعسكر المعسكر معسكر البوليس مش معسكر مفتوح هو ما لا قصدي يعني اوكي خصوص جميل خصوص جميل جميل, يعني جميل, جميل. الضباط عندهم ميزه شويه ايوه برا أيوة. الثاني كلهم يسوى عندنا بوط بتاع مويه تجيب لنا أيوة. خاصه في واحد بيت هنا بيت الراجل كان يسوق يجيب الفلوس أيوة. أيوة. ايوه وطبعا المجتمع البوليس مجتمع برضو يعني في 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 تنوع ايوه تلاقم من مختلف البلدان المناطق في اريتريا ايوه من المناطق في اريتريا في وخليط يعني ايوه تجد بينهم انت ممكن في تبادل ثقافي في الاسمشن والتلاقم في الحياه في الحياه الاجتماعيه ايوه مسيحيين مسلمين ايوه قوميات مختلفه ايوه في الاخير تعتبر جزء واحد تتذكر اسماء تتذكر اسماء الاسر؟ لا لا لا, لا في بوليس كان مع في 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 كامبو كان معانا عمي سعيد سرجنت آدم واسمه عبد الله وحيد مقريسوس يعني كانوا كتار احيانا طيب. كمان ينقلوا كل فتره وينقلوا الى مناطق زي ما نقلوكم برضو يعني ناس ناس عمي حسين سهرة كانت هنا بيت الله يرحمها توفت في لندن هنا زهر أيوة. حسين أيوة. ايوه يعني ناس عمي سعيد عنفيرة أيوة. برضو ولده موجود هنا أيوة. كان في نافي سعيد أيوة. زميل هنا أيوة. يعني ناس السناي ايوه خليط فكان خليط من فمجتمع ناس ايوه جميل. واحد اسمه عبي صالح زميلي في نافي دحين في جبهة الشعبية ايوه هو اللي كنت قلت له حنجيبه بعدين زميلك. هو برضو من نفس العائله صالح ابوه ايوه ما عرفوا صالح ابوه صح ولا زي زي أيوة. زي انا المهم بيقولوا ده عمه أيوة. لكن هو عم صالح 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 كده بعدين في تي كامبو كامبو تحت كامبو بعدين جنبنا في دول بتاع الفاينلس بعد فورستالي اسمه دول بتاع الغابات برضو ايوه في منطقه ثانيه ناس مصلحه الغابات مصلحه الغابات برضو أيوة. جنب أيوة. انا موجودين ايوه برضو عندهم كامبو بتاعهم وحياه ايوه حي اسريه ايوه ايوه جندع زي ما قلت صنع فيه برضو جندع مختلفه جندع جندع فوق منها أسمرة جنبها يعني محاري أيوة تحتها أيوة مصوع أنت ماشي لتسي أسمرة مركزية تجيب باتكالة تمشي أيوة. لفاسيت عرب وربوع تخش أسمرة بهناك أيوة عندها برضو حي فيها بون روسبيرو فيها دونغولا ألتو دونغولا باسو أيوة وبعدين عالدوحي أيوة. ويعني في جبل راس ألولا اسمه جنبا هناك راس ألولا أيوة. راس ألولا ألولا اسمه جبل كذا اللي هو تيغراي أعتقد لما نجول كان خلفنا جندع منطقة خصبة قنية أيوة. فيها دنداي كان عنده فيها الإيطاليين مزارع الإيطاليين أيوة أيوة واحد اسمه ناتالوتي اسمه ناتالوتي مسؤول من أيوة كنا نمشي هناك و
ناخذ مشروع مره يرمينا بالحجر الخلل السابق. ايوه انت كلها تمشي انت قبل حتى في داخل حبحب البطيخ البطيخ يعني. وطماط دي يعني انا متوفرة. جنب بيت انا كنت عامل كذا اسمه شنو مزرعه صغيره وانا طالع جاي من المدرسه. ايوه امشي اخذ الحب حب منها. ايوه من مش في كامبوم. ايوه في واحد اسمه افند حمد عمر اولاد موجودين هناك. أيوة. عم فد عمنا. ايوه لما توصل جنبه في متعامل كده يعني. أيوة. اذا بلد غني. أيوة. ناس تصدر فروتها ل ل ل ل لاوروبا للسعوديه. أيوة. ناس راقي ناس. أيوة. مين ناس مين يعني. أيوة. اغنياء. أيوة. حتى نحن لما نجوا المصوعين دول يجوا للسياحة الناس من المصوع الاستقال يجوا. ايوه نمشي ناخذ نشتري فواكه. أيوة. جوافه. ايوه نمشي نلف في الحاره تبيعه. ايوه نمشي نلم لين بتاعت المصاريف. ايوه دولك دولك الصوع حقنا. ايوه نمشي نبيع تمشي تخش على المزرعه. كم عمرك كان كم عمرك كان في الفتره دي؟ والله يمتك يمكن في 11 11 سؤال. فكنت واعي للسوق كنت واعي للخضار. لا لا انت كل كده يعني. أيوة. ناس كنت عم فتحين كل. ايوه ايوه عندهم الوعي المدني. ايوه المدني. يعني مودع مدني. ايوه يعني. ايوه نمشي المزرعه نخش ننزل جواف حاجه في نفسنا. ايوه تعمله في كفه. ايوه في ميزانها تخطه. ايوه يمكن تعريفه تعريفتين تشتري. ايوه لكن مصاريف مصاريف عشان تشتريهم منهم. أيوة. رخيص بعدين. أيوة. برضو تبيع رخيص برضو ما كثير. طيب. حقك يمكن ما اكسب اكل كونه كذا. اذا البلد كان يصدروا طماطم صدروا يعني بلد كندع كانت كندع. احنا قاعدين نتكلم عن الزمان اللي هو انت حسب بقيت عمرك 11 سنه واللي هو من سنه عافيه بدات عمرك 6 سنين وشبيت وبقيت ما شاء الله يافع وبتتحرك في المدينة. ده الزمان والمكان معه. بينهم كان في حوادث سياسية. شنو الحوادث السياسية اللي كانت موجودة في الزمن ده؟ هذا الحوادث بدأت بعد جدا طبعا. لما نزلوا العلم الإريتريا أعتقد. أيوة. سنة 59 سنة 60 سنة 60 حصلت مظاهرات في إريتريا بصفة عامة لكن بس اللي أعتقده أنا في منطقة في جدة حصلت مظاهرات. أيوه نحن عملنا مظاهرة نقول ب إعادة رفع العلم الإريتري وخروج الإثيوبيين يطلعوا من البلد. أيوه لا لا تغيرات حصلت لك حتى في المدرسة ألقوا اللغة العربية جابوا مدرسين بتاع الأمحرنية. أيوة دي في ناس كانوا يتمردوا يطلعوا من الدراسة ما يداوموا. أيوة والمدرس يشتكي للمدير وتهديدات مش يجيبوا الناس اللي رفضوا يتعلموا يخلوهم يجيبوا والأمرهم كلها جت مع بعض. أيوة حصلت ذكر مظاهرات حصلت طلعنا برا من جندع وجو بوليس كردوا الطلبة. ايوه حاصروهم. ايوه كردوهم. أيوة. وقال له بس يعني اي بس هم هددوا ناس الكبار كبار كانوا يقول مظاهرة واحد منصور سعيد الله يرحمه. منصور سعيد. منصور سعيد. ايوه في واحد محمد نور افندي. محمد نور افندي. ايوه جي جي جيد. أيوة. كان ايوه دي الشباب اكبر منكم. شباب اكبر مننا. أيوة. هم في الفصل الثامن كانوا هم الفصل الثامن. ايوه نحن اعتقد تم الثامن معناها عمرهم قريب. أيوة. 16 17. ايوه اكبر. أيوة. اكبر. أيوة. هم اللي كانوا يقودوا الحركه. ايوه المهم بعدين اجبرونا البروش نرجع. أيوة. وقالوا ما يسمح نفرين يمشوا مع بعض. صدر قرار من الإدارة العسكرية أو البوليس أنه الناس ما تمشي ثنائي. كل واحد يمشي كل واحد ما تتجمع منع التجمع نوع من الطوارئ والقرارات ما من التجمع. يعني عفوي. أيوة ما سلاك كل البوليس يقول لك لا ما تعمل كذا ما تعاوك. أيوة عادين مشينا
رجعنا بعد فترة في يوم تعال ولا كم أنا وحمد صالح أحمد محمد صالح أحمد محمد صالح هذا وعبد صالح و أبا عبو كنا أربعة أنا وحمد صالح وعمر أعتقد عمر أبا عبو أربع أنفار طلاب طلاب أيوة نحن قاعدين كده تحت الشجرة تجاه كامبو من أيوة تلمتي تمسكين كان فايف بموتوسايكل حقه أيوة شافنا ومشى رسل العسكري أيوة عسكري جانا قال له نقوموا أيوة وساقنا ودعنا ال نقطة البوليس النقطة البوليس دخلوا في السجن في السن انتم طلاب في قرار بتاع منع الطلاب انه يكونوا يمشوا مع بعض لقوكم مجتمعين فطبق يعني تم عليكم القرار بانه من البوليس يشيلكم ويودكم نقطة البوليس مين شنبل قلت لي شنبل تمسكين اسمه كابتن تمسكين كابتن تمسكين ايه هي مسؤوليته؟ قبتل هو المسؤول من شرطة جندع من جهاز الشرطة في جندع ده المسؤول الأعلى الأعلى كان راكب موتوسايكل موتوسايكل فشافكم تحت الشجرة تحت الشجرة قاعدين في الجرة أيوة. وفات رسال واحد وأصدر قرار أنكم أصدر قرار ياخذونه أوكي طيب بعدين جو شالوا ما في تحري فتحوا السجن ودخلوا لنا ما في تحري في الأول ما في تحري اسمك ما في تعمل إيه جابنا أيوة. دخلنا أوكي للأسف الشديد الوقت كان في المساء بالليل دلام يعني أيوة. حول ساعة خمسة كان أعتقد ما أعرف أيوة طول هناك أيوة لقينا نفسنا في ال... في 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 المعتقل يعني. في المعتقل أوكي أيوة طبعاً كل مرة كلنا لأول مرة نخش ال السجن أيوة. ده أول سجن للطلاب كنتوا سنكم متقارب متقارب كلنا متقارب أيوة. أيوة. تنزلوا مع بعض بسالح شوية أيوة مش بهكر أكبر منها أكبر منك شوية حتى جسمه شوية أيوة أيوة أما في المدرسة كنا مع بعض أنا و أيوة محمد صالح محمد صالح عبي كان أنا أعتقد قبل أيوة وبعدين حصل بعد شوية أخذنا بالليل لحد الساعة هي عشرة تقريبا ما في اي تحقيق ما في تحقيق ما في تحقيق رموكم في حراسه وقفلوا أيوة. عليكم الباب باب ايوه بعدين جاء عسكري قال لنا يجي واحد منكم في نفس الامسيه ولا بكره الصباح نفس الامسيه يجي واحد هل استناكم معتقلين في نفس المكان ما في مكان بس اعتقد سجن احتجاز واسع احتجاز اوكي نقطه قال يجي يطلع منكم واحد اوكي ايوه طيب ندهولكم قلت ندهولنا ايوه وكل واحد ما عاوز يمشي يقول لك انت امشي انت امشي ايوه في الاخير المهم مشى عبي ايوه بعدين مشى بعبه اعتقد بعدين انا حمد صالح فضلنا هناك انتم حمد صالح ايوه ايوه حس انا عاوز امشي لانه ما عاوز افضل في السجن لواحد كبر في الدلام اكيد لانه كله اكيد قلت له امشي قال لي ما امشي انت امشي في الاخير مشيت انا طلعت أيوة. تحرى معي دخلني قال لي مين المحرر معاكم؟ بوليس ولا شنبل نفسه؟ لا بوليس 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 أوكي. ايوه اوكي ايوه بوليس نسيت اسمه الحين ما مشكله ما بذكر قال لي انت ايش كنت تعمل هناك في طيب ودي. هنا يعني هنحاول نلخص بانه وصلتوا انتوا دخلتوا السجن وبدا التحقيق معاكم واحد ولا الاخر طيب فاصل ونواصل معكم رحلة الأستاذ صالح في داخل معتقل جندع وبعدها نشوف بالضبط في الحلقة القادمة ماذا حصل وحد أنا سمعت هو من الناس اللي ابتعصوهم أعتقد لا ابتعصوهم وأخذ شهادات عليا أخذ أيوة. العملية شوية حصل فيها من الخلل في في في, في بدايته أيوة وناس هوية شالوهم هناك ودهم أسمرة اعتقلوهم ولا اعتقلوهم أوكي هم منعوهم يمسكوا أسلحة لأبوك أيوة باعتبار أنه متهم وشاكين فيه أيوة يكون حراسة يمسكوا وفي تمرد وسط البوليس تمرد أيوة. أيوة.